طيب، هو يسأل يقول هناك من ينكر عذاب القبر بدليل قول الله تبارك وتعالى من بعثنا من مرقدنا هذا، فهذه الآية لا يستدل بها على هذا الأمر، وإنما سموه مرقدا لما يأتيهم من العذاب الذي يعلمونه، لأن الإنسان إذا كان في قبره فتح له باب من الجنة أو باب من النار بحسب عمله، فالكافر يفتح له باب من النار وهو يعلم أنه سيأتي ذلك المكان، فيعتبر ما كان فيه من عذاب القبر كأنه مرقد بالنسبة لما سيأتيه. هذا أمر. الأمر الثاني، هناك نصوص كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى تثبت حياة البرزخ سواء كانت نعيما أو عذابا، منها قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فإنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر من البول، فالقصد أن عذاب القبر ونعيم القبر ثابت بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنصوص قرآنية من كتاب الله تبارك وتعالى، فلما وهذا إجماع من أهل العلم، وما أنكر هذا إلا بعض المتأخر المعتزلة هم الذين أنكروا هذا وكذبهم أهل العلم وبينوا عوار قولهم وجهلهم وقالوا إن من ينكر عذاب القبر كافر إلى هذه الدرجة أو نعيمه، فالقصد أن حياة البرزخ حياة حقيقية إما نعيم وإما عذاب، نسأل الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم برحمته.